بونجور واضح، انا سنتي خليفه. شاركت بتيلي رياليتي بفرنسا ولإلي كانت نقلة نوعية بحياتي. آخر مشاريع كتير حلوين، عم بحضر أوتشوف تانية بفرنسا حلوة كتير، ما بقدر للأسف هلأ أحكي عنها. عم بحضر فيلم سينما هيوج، It's a musical، دور الحلم تبعي عم بتحقق هيدي السنة مع الأكيب الحلم تبعي، يعني هنا أصحابي كلهم بفكروا بذات الطريقة، وسينما لبنانية مصورة بنيويورك ولبنان. بدي ابعت مساج لشباب وصبايا العالم العربي، ان احنا ثقافتنا، نحن روحنا، عائلتنا، المورلز تبعنا، البرنسبلز تبعنا، هدول قصص بوزيتيف، هدول قصص ايجابيه، هدول قصص بيفتقرون برا، طلعوا وفرجوهم. لانه اذا في شغله حببت الشعب الفرنساوي فيي هي اني لبنانيه، وهي اني ما طلعت الا اني لبنانيه وامراه عربيه، وشافوا هالشيء فيي وحبوا فيي، فيكون عندكم الثقه ذاتها تظهروا لبرا وفرجوا من انتم وكونوا فخورين فيها.